على أطراف مدينة الموصل يقدم عدد من المسعفين الأجانب المساعدة إلى القوات الخاصة العراقية في علاج عدد من الأطفال الذين أصيبوا بجروح جراء المعارك الجارية لاستعادة السيطرة على آخر معاقل الجهاديين في البلاد. بين أعضاء الفريق الطبي 3 أجانب يعملون مع الأكاديمية الطبية للطوارئ، وهي جمعية خيرية سلوفاكية، وقد انضموا إلى فريق القوات الخاصة الطبي المؤلف من أكثر من 12 فردا يهتمون بعلاج المدنيين والجنود الجرحى. كان هدف جمعيتنا تدريب البشمركة والقوات العراقية. كنا نخضعهم لدورات طبية، ثم بدأنا بتقديم الإسعافات الأولية مباشرة عند الخطوط الأمامية مع البشمركة أو القوات العراقية. ويقع المشفى الميداني القليل التجهيز في منطقة مفتوحة على طريق يشكل المنفذ الوحيد للسكان النازحين من شرق الموصل. جئت إلى هنا كمقاتل أجنبي، ثم رأيت أن ثمة حاجة للعمل الطبي، وبما أني أتمتع ببعض الخبرة الطبية تعاونت مع من لديهم مزيد من الخبرة وبدأنا معالجة الناس، وأدركت أن في الأمر فائدة كبيرة فواظبت على ذلك. وينقل الجرحى إلى المشفى الميداني في شاحنة صغيرة أو على سقف آليات الهامفي المدرعة، إذ إن مسافة الكيلومتر الواحد من خط الجبهة لا تزال تشكل خطراً على سيارات الإسعاف التي تحاول العبور. تراجعت حدة القتال بعد الشيء مقارنة مع مناطق أخرى، لكن الكثير من الأطفال يتعرضون للإصابة جراء قذائف الهاون والعبوات الناسفة. إنه أمر فظيع. وتسببت السيارات المفخخة ونيران القناصة والعبوات الناسفة بإصابة عدد من المدنيين في شرق الموصل، حيث تخوض قوات مكافحة الإرهاب العراقية معارك شرسة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.